المجرب لا يجرب، عنوان اتخذته العشائر في محافظة وسط من خلال مؤتمر دعت إليه كتلة سائر في المحافظة، ضم عددا كبيرا من شيوخ العشائر والوجهاء مشددين على عدم انتخاب الفاسد والفاشل وأن لا يجرب مرة أخرى. القول قول المرجعية، والمرجعية قالت المجرب لا يجرب، المجرب بمعنى الفاسد، نحن نأخذ على الفاسد ومثبت لدينا الفاسد، ولذلك توجه رجال ونساء من خلال ما نراه في شارعنا العراقي اليوم، وطوعا لقول المرجعية لخوض الانتخاب من خلال المجرب لا يجرب، المجرب الفاسد. وسوف نوقف وقفة الرجل الواحدة في الانتخابات لقطع الطريق عن الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا بالأرض فسادا. الدولة المدنية أصبح عنوان لسائرون على أن يبنى البلد وفق منهجية وطنية شاملة لجميع مكونات الشعب العراقي دون تفرقة بين مكون وآخر. الوضع في العراق فالوضع يختلف، لم يرد في أدبيات التيار الصدري حتى منذ زمن السيد الشهيد قدس الله نفسه أن التيار الصدري يسعى إلى إقامة دولة دينية بسبب التنوع الأثني الموجود في العراق، بسبب الاختلافات الكثيرة الموجودة حتى في داخل الدائرة الدينية، فمن الصعب أن تقوم دولة دينية. نعم، الدولة المدنية التي ينشدها التيار الصدري هي دولة العدالة. نحن نريد حكومة نزيهة تقوم بالإشراف على توزيع ثروة البلد على أهله بعدالة. هذه تجربة هذه السنوات هي التي أصبحت تفرض وبشكل ملح أنه أن نبتعد عن اللغة الطائفية وعن التخندقات الطائفية وعن المسميات التي ذكرتها، إنما أن ضم هذا الطيف بلحمة وطوانية وبمنظومة تعمل من أجل إنقاذ العراق، والذي تمثل في هذا الاسم الذي هو تحالف سائرون، الذي يضم احنا الآن في واسط الذي أعتقد أنه مميز عن بقية المحافظات. عندنا المسيحي وعندنا كل الأطياف، عندنا التيار المدني، عندنا السنة وعندنا الشيعة وعندنا كافة الاختصاصات العلمية بغض النظر عن هاي الأيديولوجيات، إنما جعلنا الخيمة الكبيرة والوعاء الكبير والمظلة الكبيرة التي نحتمي بها هو العراق، وأعتقد أنه اسم الوطن واسم العراق هو فوق كل المسميات التي من أجل إنقاذ اسم العراق والحفاظ على مستقبل أجيالنا القادمة، وإلا إذا بقينا بنفس اللغة وبنفس الوتيرة وبنفس الخطاب أنه لا نحصد إلا ندم معاذ الله، وإن شاء الله في العراق رجال وطنيين مخلصين بغض النظر عن توجهاتهم، هدفهم الأول هو العراق. التوجه العشائري نحو سائرون والإصرار على استبعاد المجرب الفاشل واختيار أصحاب الكفاءة الوطنية لإعادة الأمل من جديد وبناء البلد بصورة حضارية ودولة مدنية. أحمد النجار، قناة رشيد، الفضائية، واصل.